أنا نمشي لواحد البلاصة نمشي لراس الماء، قالك كاين شي قهيوة زعما تما يا اختي مزيونة وحنا ماشيين ليها العيلة. واخا يلا نمشي نريح مع هنا انا صاحبتي في الكور فاهم، نمشي تما نمشي تما نمشي تما وانا ريت خوش على طلع شوف طالعنا ديك الساحة هان ماشيين ديك الساحة معرفش كيقولوا لها ساحة الوطاء ولا ما شي حاجة حمام الوطاء معرفش المهم نمشيو نتأكدوا من السمية نوريها لكم معايا ونطالع لي هذا صراحة الجو رائع الجو زوين قسما بالله احنا اول نهار عندنا دابا مهم نصور لكم اليوم شنو درنا ابخي نصور لكم غدا شنو غادي نديرو فين غادي نمشيو ان شاء الله مهم كيف ما كتشوفوا اخوت حنايا وصلنا غادي نهبط لوطات الحمام ايوا انتما كتشوفوا تفرجوا معايا في الشارع كنحاول من نشد شي الوجه ديال الناس باش ما يبقاش شي بروبليم وحنا غاديين دابا للساحه مع ديك 9 و10 كتكون عامره هنا نمشيو دابا ناخذ شي قهيوه من نيت عمر رجع نصور لكم شي فيديو ان شاء الله صافي بركه فاطمه الطار ديال كور ديالنا وين انتم هاد الرمضان شوفوا لي السكن واعي هاد الساحره كتكون عامره تكون فيها واحد الجو رائع تكون فيها الغناء تكون فيها مسابقه مثلا المهم هذيك المره اخر مره كنت جيت لها لقيتها عامره دابا انتم كي تشوفوا باقي الوقت ما عامراش المهم نحاولوا حنا ناكلوا شي حاجه وابخي نمشيو للقهوه ومن بعد تكون عامره غادي نصورها معاه نصورها ان شاء الله باش تشوفوها